حصان افريقي العملاق. نعم، سؤال، فكرة المشروع كيف بلشت؟ يعني إشي غريب بالمجتمع الأردني يمكن لأول مرة. بالأردن غريب بس العرب استعملوه كثير، يعني الكويت والسعودية بمصر روسيا كوريا اليابان كثير مشهور عندهم هذا الشيء. أنا بالأردن عن طريق صديقة روسية دخلت لي إياهم، تشتغل فيهم مركز بروسيا وعلمتني عليهم وعلمتني عن طريقة كيف استخدمهم على البشرة وكيف الترباية الصح لهم العناية فيهم وكيف تكون بشكل آمن إنها ما تعمل إشي للبشر طب كيف خطر ببالك هذا المشروع؟ منها من الصديقة نفسها. أنا زي ما عرفت إنك دارس هندسة، لكن ما لقيت شغل فلجأت لهذا المشروع. تحدثنا أكثر عن المشروع، كيف الإقبال عليه؟ كيف الناس بيشوفوا الفكرة؟ يعني الحمد لله هلا يعني كبداية أول شيء استصابوها الناس هون بالأردن، بس في كثير ناس يعني اللي بيعرفوها أو اللي سامعين عنه بالحلزون وبيعرفوا شو هو إنه كيفوا إنه دخلتها هون على الأردن. يعني عليها إقبال الحمد لله، يعني كبداية منيحة. طب شو بتعمل الحلزون بالضبط؟ هل الحلزون على البشرة بتصير تاكل الخلايا الميتة أو تنحط، بعد ما تاكل الخلايا الميتة بتصير تاكل النشفان أي شيء طالع بروز البشرة غلط بتصفيه، بتشيل الهالات السوداء، بتعمل نظارة للبشرة ترطيب زي هيك. يعني شفت في حالة خوف أحيانا من الحلزون، كيف تشوف الإقبال الناس على الموضوع وعلى الفكرة بشكل عام؟ يعني هلا في ناس بعمل لهم بكونوا جد خايفين، فبكون شرطهم الوحيد انهم يكونوا مغمضين عيونهم ما يشوفوا الحلزون، يعني بعمل لهم الجلسه وهم مغمضين عيونهم طبعا ما بتحس فيه. يعني لما هي نحطها على البشره ما لهوش اي احساس، ما لهوش ريحه، ما لهوش شيء، بتحس زي مساج. يعني اذا انا ما بحكي مع الزبون وهو نايم وهو بالجلسه بينام من الاسترخاء اللي بتعمله فيه. هلا في ناس خلص بكون شرطها انه بس انه ما تشوف الحلزون. يعني نعم، بالنسبة للحلزون من وين بتجيبهم؟ من روسيا هلا انا جابت لي الصديقه منهم كميه وهلا صرت انا انتج منهم. انت بتنتج منهم بالبيت، عندك مزرعة يعني داخلية بالبيت. طب بالبيت اهلك كيف حاطين، تقبلوا الفكرة ان يكون عندهم هذا انا صغير من حيوانات وانقاذ حيوانات وزي هيك، فلا اهلي معي. يعني نعم، شو بطعميهم؟ هلا اكثر شيء هم بحبوا الخس، بس كالاشياء المفيده لهم للصدفه الفواكه الخضار، يعني طعميهم جزر خيار تفاح موز زي هيك. تقريبا كم سعر الوحدة؟ عشان شايف أحجام كبيرة وأحجام صغيرة. سعر بصراحة ما بعرف، يعني أنا ما ببيع ولا شو ما اسمه، بتبيعهم لا أبدا؟ لا. طب كيف بتروج لشغلك؟ مع الانستغرام الفيسبوك زي هيك. وكثير ناس بطلبوا ال يعني الحمد لله يعني اللي بيجربها بيرجع بيطلبها مرة تانية، وغير هيك الناس بتصير تحكي عني كمان. يعني اللي بيجربوها مثلا كثير ناس صادفتهم انه عندي على الفيدباك، انا مش من النوع اللي بنزل فيدباك، انه اللي بيكون عامل الجلسه اللي بشوفوهم ثاني يوم انه بيسالوهم شو عاملين، انه عاملين شيء بوجههم. طب زي ما فهمت انت خريج هندسة وما لقيت شغل ولجأت لهذا المشروع عشان تطلع دخل، شو بتنصح الشباب اللي فعلا الآن عاطلين عن العمل ومعدلات البطالة بالأردن كبيرة بشكل كبير بين الشباب؟ يعني ما حدا ييأس، يعني اي حدا عنده هوايه بشيء. يعني انا هوايتي مثلا كثير بحب الحيوانات من وانا صغير، بعرف اتعامل معهم، بعرف يعني ادير بالي عليهم انقذهم زي هيك. فاي حدا عنده هوايه بشغله عنده اي شيء ما يعني يثابر ما يوقف. سؤال أخير، بالنسبة لأهلك لما قلت لهم بدي أشتغل هذا الموضوع أو أصحابك، شو كانت ردة فعلهم؟ انبسطوا كثير، يعني انبسطوا شجعوك. وساعدوني كمان، واول ما جبتهم عملت لهم الهم جلسات. طب شو أغرب موقف صار معك بالجلسات؟ مش بالجلسات، بالاسئله اللي بتجيني، انه يعني اكثر سؤال بضحكني انه طب تعطي منوم قبل، تعطي تخدير قبل زي هيك. تمام، شكرا شكرا سهل. حالها رابع يوم زي اللي بتجدد خلاياها، طبعا فيها مواد قاتله للبكتيريا نفسها هي، وغير ناقله امراض وغير حامله امراض. You come from outer space.